بعد نهاية أسبوع حملت الدولار إلى سعر قياسي يفترض أن يبدأ اليوم لجم ارتفاع سعر الصرف مع ضخ الدولار في السوق من قبل المصرف المركزي، والامتحان الحقيقي أمام الحكومة في ضمان السيطرة على سعر الصرف ومن خلاله على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، والتساؤلات تتزايد حول مدى قدرة الاقتصاد على تجاوز أسوأ أزماته منذ عقود وعن التحديات المقبلة أمام الحكومة. بتصور تأجيل الأزمة أو تفاقمها، يعني ما بقى أنه تأجيل ضخ الدولار بالسوق. طب هل هذا يعني أنه كمان أنه من المدخرات، يعني كمان من ودائع الناس، وبعد شوي منقول أنه أفلسنا؟ في سؤال رئيسي لازم يتوجه للحكومة ولمصرف لبنان، أين ودائع الذهب وضخ الدولار؟ أنت بوقت اللي فقدنا الثقة بالسياسة المصرفية اللبنانية، وقت الناس فقدت الثقة، وقت المجتمع الدولي فقد الثقة بهذه الحكومة أو بالمصرف، فمن أين سيأتي الدولار من بعد ذلك؟ يعني أنت عم تزيدي بهذه الأزمة، وإلا بتكون هدنة لأيام. بتضخي الدولار اليوم، مننزل السعر شوي وفجأة بيرجع بيطلع الدولار. على الأقل تلمح وتلوح هذه الحكومة يكون عندها خيارات أخرى، لحتى أنه غير صندوق النقد، لحتى ما تنزل تحت شروطات صندوق النقد، يعني شروطات الخارجية الأمريكية، وبتصيري بس أنت مرتهنة لهذا الدين وغيره. لازم تلاقي مخارج لهذه الأزمة الاقتصادية، وتلاقي مخارج وخطة سليمة من أجل إنقاذ الأزمة النقدية والأزمة الاقتصادية. يعني وهناك خيارات أمامها، يعني هناك عندك التوجه شرقا، يعني أنك تحكي مع سوريا وتروحي من سوريا على العراق والأردن والصين وروسيا، يعني في خيارات تقدر، يعني ما فيها تعمل فيتو الحكومة على الخطة اللي مقدمينها الصينيين بموضوع الكهرباء أو بغيره، أو بسكة الحديد أو بغيره من المشاريع. يعني فيها الحكومة تحكي مع الدول الأخرى. فهل الإجراءات المتخذة ستطمئن هواجس الناس؟ الإجابة رسم الأيام المقبلة.